أهلا مشاهدينا الكرام في حصة جديدة للصحافة. كالعادة سنتطرق لأهم العناوين التي جاءت في الصحف الجزائرية هذا اليوم، ولكن كالعادة ستكون لنا عناوين دولية أيضا مع الزميل الأخ شعبان قاسي من باريس، ونبدأها بجريدة أخبار اليوم. أخبار اليوم عنونت إجراءات جديدة لمحاربة الفساد، قانون جديد للجمارك وتضخيم الفواتير تحت المجهر، 5000 مليار لرفع الغبن عن مناطق الميزيرية. جريدة البلاد، جريدة البلاد عنونت هكذا تحجز مواعيد التلقيح ضد كورونا، وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لإدارة العملية. الدولة تحارب الفساد بحزم، الوزير الأول عبد العزيز جراد. الشروق اليوم، خلاف سياسي حول شرط 4% لدخول الاستحقاق الانتخابي. هذه توقعات الحج. مؤرخون جزائريون يحضرون لمقاضاة فرنسا دوليا. الخبر، تفاصيل مؤامرة لوح وحداد على سعيد عليق، شعار اتحاد العاصمة أسال لعاب نافذي بطرة بوتفليقة. طوارئ في وزارة الفلاحة، الفاف تقرر إلغاء كأس الجزائر 2021 وبعث كأس الرابطة المحترفة. الموعد، الجمارك سند الدولة للقضاء على الآفات الاقتصادية، جراد يصرح يشدد على بعض الإصلاحات داخل المؤسسة الرقابية. وزير الطاقة يؤكد أهمية التنسيق بين القطاعات لإنجاح الانتقال الطاقوي. الوسط، نهاية الوفاق بين الحكومة والمركزية النقابية. تويتر موقع إعلامي جزائري ينافس فيسبوك وجوجل. أبو جرى السلطاني في حوار لجريدة الوسط، القانون الجديد للانتخابات يحاصر المال الفاسد. L'expression, le test de la grogne sociale, l'exécutif face à la flambée des prix, l'érosion du pouvoir d'achat et au chômage. Jarad au cadre des douanes, libérez-vous du monstre bureaucratique. Liberté. Le juge menace de quitter son corps. Cafouillage paralysant. Wanakhtim bi le soir d'Algérie. Diplomatie, l'Algérie à la face à la conquête de l'Afrique. Le RND émet quelques réserves par rapport à la loi électorale. La hausse des prix écarté. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وهذه أهم العناوين الجزائرية التي صدرت اليوم في الصحف الجزائرية. وسيكون معنا في هذه الحصة سمير العربي من الجزائر عبر خدمة سكايب لمناقشة محاور ما جاءت في هذه العناوين. سمير العربي، مرحبا بك.
مساء الخير نصر، مساء الخير لجميع من تتبعي قناة أوريس تي في. مساء النور، مرحبا بك سمير العربي. ونبدأ سمير العربي، ما جاء في ليبرتي وجريدة الخبر ملف مرزوق وقاضية وهران يزلزلان المجلس التأديبي للقضاة، هذا ما عنونته الخبر، جريدة الخبر. ولكن جريدة ليبرتي أيضا تكلمت على هذا الخبر وقالت لجوج مناس دو كيتي سون كور. ما الذي جاء في هذا الخبر سمير العربي؟ بالفعل نصر، يعني جريدتي الخبر وليبرتي عادة حول قضية مرزوق، القاضي مرزوق الذي حول المجلس التأديبي من طرف المجلس الأعلى للقضاء حول عدة قضايا، من بين يعني القضايا يعني كان يعني الفول قضية مهنية زعما كما يقولوا خطأ مهني، وكذلك الانتماء إلى تنظيم غير مصرح به، وكذلك المواقف تاعو فيما يخص استقلالية العدالة. يعني امتثل امام اللجنة التأديبية، يعني كاين زوج قضايا يعني خرج فيها البراءة كما يقولوا، واما قضية يعني فوت بروفيسيونيل اوتي ماتوني. وليبرتي، جريدة ليبرتي تحدثت يعني عطت الخبر، والخبر هذا استقاد من صفحة فيسبوك القاضي مرزوق، أين يعني أعلن استقالته من سلك القضاء. يعني سمير، كانت فيه الجريدة تكلمت أن هذه المتابعات في إطار الانضباط بخلفية سياسية. بالفعل يعني القضية هي سياسية بامتياز فيما يخص القاضي مرزوق، وحتى يعني قاضية مجلس قضاء وهران، بما أنها يعني نددت بالممارسات ولا التعسفات والقمع الذي مس قضية القضاء في مجلس قضاء وهران، يعني من خلال هذه الجلسات التأديبية يعني السلطة يعني باغية تسكت جميع أفواه القضاة الذين يطالبون حقيقة باستقلالية جهاز القضاء. المحور الثاني في العناوين اليوم سمير العربي، وهذا يعني ما تكلمت عليه جريدة أخبار اليوم وجريدة الموعد اليومي، السلطات ترفع سيف الحجاج في وجه الفضائيات الخاصة، حذرتها من مغبة المساس بالحياة الخاصة للأطفال. نعم نصر، هذا ما أدلى به وزير الاتصال بالحمر، أين يعني كان مراسلات ولا تمديد لبعض القنوات اللي تستعمل يعني البراءة سواء قال لأغراض سياسية أو للترويج يعني للحصص تاعهم، يعني كاين تعسف كبير، وشفناهم يعني في بزاف حصص ترفيهية تاع قنوات خاصة القنوات الخاص وين يستعملوا يعني دي تيمونياج إيليغال، يعني ولا ما يحترموش ليتيك نتاع يعني المهنيه. نعم. المحور الثالث هي جريدة الوسط تكلمت على هذا المحور سمير العربي، وجريدة الإكسبريسيون أيضا تكلمت على نهاية الوفاق بين الحكومة والمركزية النقابية، خاصة يعني لا غروني سوسيال، الإكسبريسيون عنونت لو تيست دو لا غرون سوسيال ليكزيكوتيف فاس ا لا فلومبي دي بري ليروزيون دو بوفوار داشا اي او شوماج. نعم يعني بالفعل يعني كاين يعني بعد كاين ديكلاراسيون تاع الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي ندد يعني في التصريحات تاعو بالحاله الاجتماعيه من تسريح للعمال
المساس من الحرية النقابية خاصة في القطاع الخاص، وطالب كذلك بأجر قاعدي لسنة مجيد ب 75 ألف دينار جزائري، وكذلك يعني ما جعل يعني الجرائد تقول باللي كاين ديفورس بينه والحكومة، يعني بين المركزية النقابية والحكومة الجزائرية، لكن يعني القضية كبروها شوية، لأنه صحيح في القضايا الاجتماعية كاين تنديد بالحالة المزرية للعمال والمجتمع بصفة عامة، بصح ما نقدروش نقولوا كاين ان ديفورس يعني اللي تيدير هذو شوية مبالغ فيهم، باسكو با ان ديفورس بوليتيك سيريو بين لو جي تي ا والحكومة، كاين فقط خلافات حول تسيير الحالة الاجتماعية والشركات العمومية والمساس بالحرية النقابية كما قلت خاصة في القطاع الخاص. وعنوان آخر تطرقته الصحف الجزائرية اليوم سمير العرابي، هو المحور الرابع لي في حصتنا اليوم، هو القانون الجديد للانتخابات. الوسط تكلمت القانون الجديد للانتخابات يحاصر المال الفاسد، أحزاب تشكل جبهة لإسقاط عتبة 4%، خلاف سياسي حول شرط 4% لدخول الاستحقاق للانتخابات عنونت شروق اليوم. لماذا يعني خلق جدلا هذا القانون سمير؟ بالفعل يعني خلق جدل كبير في الطبقة السياسية في الأحزاب السياسية، لأنه القانون ولا مشروع القانون الانتخابات يعني فيه بعض النقاط التعجيزية خاصة فيما يخص الأحزاب حديثة النشأة ولا المسمات الصغيرة، لأنه باش يعني الأحزاب هذو معظم الأحزاب باش تشارك في الانتخابات لازم لا كوليكت دي سيناتور، ولا كوليكت دي سيناتور لازم يكون فيها كذلك 4% من الهيئة الناخبة في كل ولاية، يعني هو طلب ولا بند تعجيزي، ليس كل الأحزاب قادرة على جمع يعني السيناتور، خاصة في بعض الولايات الكبرى، ومام هذوك الأحزاب المسلمات الكبيرة كما مثلاً الأرندي باريزوبل ما يقدروش يجمعوا 50,000 سيناتور في الجزائر العاصمة ولا وهران ولا سطيف ولا قسطنطينة، يعني مدن كبرى. كاين القضية الثانية نتاع المحاصصة، يعني في القانون يقول لازم يعني في العدد المقاعد يكون ولا في لانيست الكتورال ليغاليتي 50% للنساء مترشحات و 50% للرجال، يعني كاين تحفظات كونكريتمون، كاين بزاف احزاب ما يقدروش يعني يوفيوا بالشروط هذه. نعم، المحور الخامس اجراءات جديده لمحاربه الفساد عنونت اخبار اليوم. الاخبار هي ايضا الجمارك مدعوه للعب دور أكبر في تطوير الاقتصاد، الموعد الجمارك سند الدولة للقضاء على الآفات الاقتصادية. هذا يعني قانون جديد للجمارك سمير العرام بعجالة. هذا تصريح نتاع الوزير الأول جراد اللي يقول يعني اللي راه زعما يشن حنا ولا يندد البيروقراطية ويندد كذلك ولازم قانون تاع الجمارك، لكن في لابراتيك يعني شيء صعب، لان الجمارك ولا الدوله بصفه عامه ان با ليكسبيرتيز نيسيسير، يعني ميتريز با لو مارشي مونديال، يعني باش ديتيكتي الفوترة ولا تضخيم الفوترة على مستوى العالم. البلاد عادت الى يعني لقاح الكورونا ضد الكورونا، وعنونت هكذا تحجز مواعيد التلقيح ضد كورونا، وعادت أيضا الإخبارية حجز مواعيد لأخذ لقاح كورونا قريبا. أيضا يعني الجرائد الأخرى عنونت عن هذا الموضوع. ما هو الجديد سمير العرب؟
يعني الجرائد هذه ولات على تصريحات وزير الصحه اللي يقول بلي يعني في غضون الايام المقبله ومن اجل سير الحسن تاع تلقيح ضد كوفيد 19 الوزاره رايحه تفتح يعني منصه الكترونيه باش الناس يقدروا كما يقولوا يشدوا رونديفو سوي بار انترنت باش يديروا اللقاحات هذه باش ما تكونش يعني امبرسيون سو لي سونتر دو فاكسيناسيون وكذلك يعني احترام التباعد هذاك وكذلك كاينه قضيه واحده اخرى رايحين يديروا حمله تحسيسيه واسعه لتحفيز المواطنين من اجل القيام بهذا التلقيح. إلغاء كأس الجمهورية واستحداث كأس الرابطة عنونت الجريدة الوسط أيضا جريدة لوسوار دالجيري كوب دالجيري 2021 أنولي الخبر أيضا تكلمت على تفاصيل مؤامرة لوح وحدد ولكن ما معناه إلغاء كأس الجمهورية ماذا جاءت به جريدة الوسط وما هو الجديد بعجالة سمير العرب بالفعل يعني الفيدرالية تاع كرة القدم اللي لغات كأس الجمهورية اللي يعني بسبب يعني الجائحة لكن بدل ذلك غفير يعني نوتر تاع الكوب تاع الرابطة ils vont sélectionner 20 clubs يعني بصح ما على بالناش كيف لا سيليكسيون هذه تكون وكذلك يعني ما فهمناش كذلك كيف من البطوله كاين البطوله ومن يعني الناس راهي تلعب لي كلوب بارتيسيب بصح والجائحه مازالها ولكن من جهه اخرى كاين الغاء تاع كاس الجمهوريه يعني كاين تناقضات في الممارسات سو لو تيرا. شكرا سمير العربي على هذه القراءه لعناوين اهم العناوين التي جاءت بها الصحف الجزائريه. بارك الله فيك نشكرك سمير العربي الى اللقاء. والآن نذهب إلى زميلنا شعبان قاسي الموجود الآن في استوديو باريس وسيفيدنا بأهم العناوين الدولية. شعبان قاسي بونجور. بونجور ناصر بونجور à toutes et à tous. Merci شعبان je vous donne la parole alors allez-y. Merci Nasser. Bonjour aux téléspectateurs une nouvelle fois. On va commencer par Ouest France. La une va s'afficher sur votre écran qui revient bien évidemment sur l'assassinat d'Hervé Gourdel, hein, l'alpiniste français en Algérie. Le procès des cinq accompagnateurs s'ouvrira le 4 février prochain sur les 15 personnes poursuivies à l'origine de ce crime, de cet assassinat par la justice algérienne. Au moins 7 ont été tués par l'armée, selon une source judiciaire. Donc, le procès comparution libre, c'est le 4 février. Les cinq accompagnants guident Nisra, Karim Kara Boukamoum, Oussama Dehen, Amin Ayash et Kamel Saadi. Donc, ça sera devant le tribunal d'El Ebaïda dans la banlieue d'Alger, notamment pour avoir hébergé des étrangers sans autorisation. Ces cinq randonneurs donc, qu'il accompagnait avaient été relâchés après avoir été séquestrés pendant plusieurs heures par les ravisseurs. On rappelle bien évidemment Hervé Gourdel, 55 ans, niçois, dans la région française de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait été enlevé le 27 septembre 2014 au cœur du massif de Djourdjoura. Dans le nord du pays, la Kabylie, l'assassinat de Hervé Gourdel avait été revendiqué par Jund al-Khilafa, les soldats du califat, un groupe lié à Al-Qaïda du Maghreb islamique, ACMI. Jund al-Khilafa avait affirmé l'avoir exécuté en représailles à l'engagement de la France aux côtés des États-Unis, notamment dans les frappes contre l'État islamique en Irak. Le corps de l'alpiniste, je le rappelle, avait été retrouvé enterré dans un champ en 2015. 2016, donc les autorités algériennes avaient assuré avoir presque totalement éliminé le groupe djihadiste ayant exécuté le français. Le chef présumé de Jund al-Khilafa, Abdelmalek Bouri, a été abattu fin décembre 2014 dans la wilaya de Boumerdès. Le Monde maintenant, bien évidemment, malheureusement en Algérie, toujours la répression. 3 ans de prison requis en appel contre un militant pour des mèmes. Des images humoristiques, Walid Teshida, 25 ans, lors du procès en appel. C'était donc le 24 janvier à Sétif, dans le nord-ouest, c'était dimanche dernier. Le procureur ne lâche rien, il a réclamé la même peine de 3 ans ferme, donc prononcée contre Walid Keshida. Son avocat, un de ses avocats, Maître Fouad Betka,
Voilà ce qu'il dit. Le verdict sera prononcé le 31 janvier prochain. Walid Kechida n'est pas en bonne santé. On espère que le verdict en appel lui permettra de sortir de prison. On rappelle que Walid Kechida, 25 ans, est membre du Hirak, ce mouvement pacifiste, la révolution qui fêtera bientôt ses 2 ans. Il a seulement 25 ans et pour de simples expressions sur Facebook, des expressions pacifiques et humoristiques, il est malheureusement en détention depuis le 27 avril 2020, un peu de culture, France Culture, vous le savez, la guerre d'Algérie, le rapport Benjamin Stora a été remis donc mercredi dernier et France Culture vous propose d'en savoir un peu plus sur Ali Boumedjel, à qui donc le rapport Stora recommande de rendre hommage pour créer des liens de mémoire notamment entre les deux pays sur la guerre d'Algérie. Alors qui était cet avocat de 38 ans, je le rappelle, enlevé par les parachutistes pendant la bataille d'Alger en 57, torturé et assassiné, l'historien français Benjamin Stora suggère au président français Emmanuel Macron de reconnaître que l'armée française a assassiné l'avocat et dirigeant nationaliste en 1957. Avec cette recommandation, c'est l'occasion vraiment de revenir sur un sujet sensible qui est toujours sur la table. C'est un sujet totalement ignoré, celui des disparus de la guerre d'Algérie. Il faut savoir que c'est une période qui reste toujours aussi sensible et dans la mémoire de centaines et de centaines d'Algériens qui veulent avoir bien évidemment des réponses, qui veulent avoir notamment un besoin d'histoire sur leurs proches qui sont disparus et n'en savent pas plus encore aujourd'hui. En 2021, déjà en 43, sachez que Boumedjel milite déjà dans le giron du leader nationaliste Farhat Abbas. C'est l'occasion vraiment d'aller en savoir un peu plus et c'est sur France Culture. Je vous parlais tout à l'heure de cette répression et ce pays qui malheureusement est toujours sous dictature, pas de démocratie. Et bien le 21 février, le Hirak fêtera ses 2 ans, notamment dans le monde entier. Il y aura des marches en Algérie, il y aura des marches, mais il y aura celle de Paris aussi. L'affiche donc est affichée sur vos écrans. Place de la République, direction la Nation, c'est le dimanche 21 février. Rendez-vous 12h30. Voilà, bonne journée à tous. شكراً شعبان قاسي على هذه الإفادة لأهم العناوين التي جاءت في الصحف الدولية. وسنترككم مع فقرة الكاريكاتير. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.